هل ثبت تعيين ليلة القدر بليلة 27؟ وما هو هدي السلف في هذه الليلة؟ وجزاكم الله خيرا. نحن بينا هذا وقلنا إن ليلة القدر في شهر رمضان قطعا، هذا هو المقطوع به. أما معرفة الليلة التي تكون فيها ليلة القدر على التحديد فالله أعلم بذلك، ولله الحكمة في إخفائها من أجل أن يجتهد المسلم في جميع الليالي حتى يكثر عمله ويعظم أجره، هذا خير له، هذا خير له، فالله أخفاها لحكمة من أجل أن المسلم يجتهد في جميع ليالي رمضان لأنها كلها خير، فيكون قد حصل على ليلة القدر وحصل على أجر بقية ليالي رمضان، وهذا خير عظيم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا يتعين أنها ليلة 27، إنما هو من باب التحري، من باب التحري فقط، وإلا فهي محتملة، محتملة في جميع الليالي من أول الشهر إلى آخره، ولكنها في العشر الأواخر آكد تحريا، وفي الأوتار من العشر آكد أيضا، وآكد الأوتار اختلف العلماء على أقوال كثيرة، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أكثر من 40 قولا، أكثر من 40 قولا في ليلة القدر، ولكن الأوتار آكدها والله أعلم ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 27، و27 هي آكدها عند جمع من أهل العلم. نعم.